أعتقد أن بث هذا الفيديو في هذا الوقت بالتأكيد هي مقصودة، لأن من الواضح أن الأسئلة والإجابات كانت معدة بشكل مسبق. هذا النوع من الإجابات اللي تحاول السلطة تصور بأنها هي حقيقية ويجبر المعتقلين السياسيين على الإدلاء بمثل هذه الاعترافات هي مو غريبة علينا، لأن تكررت في السنوات الخمس الماضية اعترافات ضد رموز سياسيين ودينيين. يعني شفنا الاعتراف كان بشكل واضح موجه لخلق دليل ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وضد الشيخ علي سلمان بأنهم مسؤولين عن عنف الشارع، ولكن هذا طبعا ما ممكن يصدق، لأن مواقف الشيخين معروفة ومنشورة بالنسبة للعنف أصلا. لكن استمرار الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الاعتقال والتحقيق في أساليب مهينة كنزع ثياب المعتقل، في تكرار للمشاهد اللي شفناها من سجن أبو غريب واللي قامت عليها الدنيا وما قعدت، هذا يعطي دليل على الأساليب التي تتخذها هذه الأجهزة منذ أعوام أو منذ عقود في البحرين. ولكن في الفترة الأخيرة من الواضح بأن هذه الأجهزة استشعرت بأن كل تصرفاتها ما هي محل محاسبة. مي محل محاسبة؟ لأن أنا في قناعتي ما في أحد في الدولة يجرم هذه الأفعال برغم أنها هي مجرمة بموجب القانون وبموجب المعاهدات اللي انضمت إليها، خصوصا فيما يخص معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والقاسية، واتفاقيات حماية الموقوفين على ذمة قضايا أمنية أو المحكومين في مثل هذه القضايا. القائمين على التحقيق استمروا في ذات الأساليب من الإهانات ومن التعذيب الشديد، لدرجة بأن أغلب العاملين في القضايا السياسية وصلوا إلى درجة من اليأس بأن لا رادع لهؤلاء. التعذيب وصل لدرجة كسر أسنان، وصل لدرجة تكسير أرجل وأيادي، وصل لدرجة إصابات وعاهات مستديمة، إصابات في الظهر في الأطراف. وللأسف بأن الدولة ومع ازدياد وتيرة مكينتها الإعلامية اللي تتحدث عن حقوق الإنسان هذه التصرفات واضحة للعيان، لأن الفيديو وإن قصد به توجيه رسالة بأن هناك اعترافات من معتقلين سياسيين ضد سماحة الشيخين، ولكن هو مسرب ليوصل رسالة بأن ذات الأساليب موجودة ولا أحد ممكن يوقفها، لأن هذه سياسة عليا في الدولة، والقائمين عليها عندهم ضوء أخضر لاستخدامها واستخدام كل وسيلة مهما كانت دنيئة، ومنها نزع الثياب وامتهان كرامة الشخص وإهانته وبث هذا الفيديو. هذه المفارقة ليش قصد بأن يخرج هذا الشخص عاري الصدر، وإحنا ما ندري أصلا إذا كان عليه أشياء تستر عورته أو لا، بس من الواضح بأن هذا الفيديو لم يبث اعتباطا، ولكن هذا يعطيك عن صورة إلى الدرجات الدنيا اللي وصلت لها الأجهزة الأمنية في التعامل مع المعتقلين بكافة أنواعهم. وما نقول معتقلين سياسيين، لأن حتى المعتقلين الجنائيين
يدخل أي مؤسسة أمنية كانت كرامته مهدورة. أنا عندي اعترافات في متهمين غير بحرينيين تم سرقة أموالهم أثناء الاعتقال وتم تعذيبهم بصعق كهربائي، وموجود عندي صور صعق كهربائي في اللسان، في الركبتين، في 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 أطراف الأرجل لمعتقلين في غير قضايا سياسية، قضايا جنائية، والصور موجودة وموثقة. هناك مشكلة في البلد. المشكلة لا تتمثل فقط في اعتقالات وأحكام قاسية بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب. هناك مشكلة انهيار أخلاقي في منظومة الدولة، لذلك هذه الأمور تستمر، لذلك هذه الممارسات تظهر إلى العلن، لأن لا يوجد لها رادع.